والآن أعطي الكلمة لإيرلندا. شكرا حضرة الرئيس، وأود أن أشكر وكيلة الأمين العام السيدة دي كارلو على إحاطتها. حضرة الرئيس، نلتقي مساء اليوم في لحظة يعيش فيها شعب أوكرانيا خطرا كبيرا، وكذلك السلم والأمن في أوروبا والأعراف والمبادئ الدولية التي نتحمل جميعا الجالسين حول هذه الطاولة مسؤولية للدفاع عنها. هذه لحظة طالما أملنا أن نتفاداها، لحظة لطالما وددنا لو لم نكن نعيشها بالدبلوماسية والحوار، بالحديث بصراحة وصدق عن هذا الوضع الخطير وكيفية حله بشكل سلمي. دعوني أوضح موقفنا. أيرلندا والتزامها نحو وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها في الحدود المعترف بها دوليا ثابت لا يتزعزع. تؤمن أيرلندا بالمبادئ الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وتلتزم بها كل الالتزام، وتشمل هذه المبادئ المساواة في السيادة وسلامة أراضي الدول الأعضاء. أوكرانيا تتمتع بنفس الحقوق التي تتمتع بها كل دولة أخرى مستقلة ذات سيادة، بأن تختار سياسة الخارجية وأن تكفل أمن أراضيها ودفاع عنها. الالتزامات التي نتعهد بها كأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة علينا جميعا دون استثناء. حضرة الرئيس، يوم الخميس المنصرم أثناء الاجتماع الذي نظمه الاتحاد الروسي حول اتفاقات مينسك، سمعنا من النائب الرئيس أن الهدف من هذا الاجتماع هو أن يؤكد مجلس الأمن على عدم وجود بديل لهذه الوثيقة المحورية والأساسية، ونؤمن أن المجلس قام بهذا بالفعل. ولكن هذا نحن بعد 4 أيام، الرئيس بوتين قد قرر أن يعترف باستقلال مكانين، وهو مناطق دونتسك ولوهانسك، ونشر قوات لهاتين المنطقتين. هذه هي المرة الثانية في أقل من 10 سنوات تنتهك فيها روسيا سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها. هذا انتهاك جسيم للقانون الدولي، وباتخاذ هذه الخطوة الأحادية تخلت روسيا عن اتفاق مينسك وشككت في كافة الجهود الدولية التي بذلت على مدار الأسابيع الماضية. تشيد أيرلندا بأوكرانيا لما أبدته من ضبط النفس في مواجهة العمل العسكري الروسي على حدودها، وما يتعلق أيضا بالاعتراف الروسي بمنطقتي لوهانسك ودونتسك. أيرلندا مع شركائها من الاتحاد الأوروبي وفي أوروبا تدين هذا الانتهاك من الاتحاد الروسي. العمل الأحادي من الاتحاد الروسي لن يؤدي إلا لمفاقمة التوترات، وإيرلندا تدعو مرة أخرى للهدوء والتهدئة والسير في مسار الدبلوماسية. وحتى مع عدم سماع هذا النداء بعد، إلا أنه يجدر بنا أن نكرره مرة أخرى هذا المساء. لابد أن نرى تحركا حقيقيا نحو التهدئة في هذه الأزمة، ونحث روسيا لأن تتراجع في اعترافها وسحب قواتها، وأن تعود للمناقشات في صيغة نورماندي. حضرة الرئيس، الموقعون جميعا على اتفاقات مينسك وافقوا على ضرورة سلامة وأمن دخول بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمجمل أراضي أوكرانيا. ولايتي هذه البعثة وافقت عليها الدول المشاركة في المنظمة والبلغ عددها 57. في هذا الوقت الحساس من الحتمية أن تمنح البعثة إمكانية الدخول الكامل الذي وفق عليه في الاتفاق وفقا لولايتها، ونحث الكل على الدخول في حوار ومضاعفة الجهود للتوصل لتسوية سلمية لهذا الوضع الخطير. ونحن ندين بهذا ولا ندين بأقل من هذا لشعب أوكرانيا، وندعو الأطراف جميعا لضمان حماية المدنيين والامتناع عن أي أعمال قد تؤدي لتصعيد الوضع. حضرة الرئيس، أوكرانيا قد تحملت بالفعل سنوات 8 من النزاع البشع مما أودى بحيوات
14,000 نسمة، وشعب شرق أوكرانيا عانى لسنوات من الأزمة الأمنية وانتهاكات حقوق الإنسان. هذا المجلس وأعضاؤه يتحملون المسؤولية عن تسوية هذا النزاع، وليس أن ندخل في فصل جديد سيلحق مزيد من الشقاء على أوكرانيا وشعبها. هذا هو الوقت لإبداء الشجاعة والعودة للحوار والدبلوماسية. حضرة الرئيس، نحتاج جميعا لإبداء إيماننا بقيمة الدبلوماسية في هذا المساء. شكراً.